كيفاش كاين اخي بوطني فرصه 55 كوفي؟ تمام سيدي. سي ادريس بغيناك تحكي لنا الصعوبات اللي لقيتو تما، وكيفاش تبارك الله على الدراري وتبارك الله عليك انت فزتو بالمرتبه الثالثه وبالميداليه النحاسيه. الصعوبات يعني ما كانتش تما، كانت هنا الاستعدادات وغياب الامكانيات وغياب اللقاحات الوديه اللي مشينا تما، ما عندناش مقابله وديه. هادشي راه تزلى في المباراة الوحيدة ضد الأرجنتين، لأن كنا باقيين ما واخدينش الريتم، ولكن الحمد لله يعني قدرنا أننا في المباراة الثانية والثالثة أننا نقدروا نتأهلوا. كما شفتوا في المباراة بالنسبة لي ضد البرازيل هي الأولى عالميا، لأن راه كانت المباراة كانت نقدروا نربحوا ونقدروا نخسروا، كانت المباراة متكافئة جدا، يعني كان واحد الهدف ضد المرمى. وكما قلت لك حنا الحمد لله اللي وصلنا للمرتبة، يعني بالنسبة لنا يعني الرياضة الجماعية الأولى في المغرب، لا بالنسبة للأسماء ولا بالنسبة للبوديوم. الحمد لله هذا النتيجة، وكنشكر اللاعبين اللي كانوا معنا في تالي عالية عالية جدا. إلا لاحظتوا راه ما كانوش تغيرت عندنا بزاف، كان عندنا إصابة كبير من الإصابات. المباراة ضد البرازيل لعبنا بربعة ديال اللاعبين، ما كاينش شي فريق يدير على اللاعبين، راه كتطلب واحد اللياقة بدنية عالية جدا. نعاود نقول الحمد لله ونشكر الناس اللي ساهموا في هذا الإنجاز هذا، من الجامعة، الناس ديال الوزارة، السيد المدير الإقليمي اللي وفر لنا الملعب، غياب المعزم الرشيد، السيد عبد اللطيف المعتزي المدير ديال المركز المباشر المزنقة اللي وفر لنا السكن. وزعما نشكروا الجميع معاه باش ما نساوش شي واحد، زعما نشكروا الجميع كامل كل انسان في هذا الانجاز. الحمد لله كنا فرحنا بزاف، خصوصا كتتوج بهذا اللقب هذا الغالي وكتفرح به المغاربه. اول حاجه كتجعلك تفرح هي انك كتفرح بلد ديالك، وكتهز الراي ديالك في ذاك الموقف، في ذاك البلاد المغيره للبلاد ديالك. فهذا راه فخر كبير من طرفنا هنا، وفرحنا كثير ان شاء الله. نتمنى من الله نقدم الله افضل ان شاء الله، باش عندنا نفخروا ما هو اكثر ان شاء الله. سي زهير، انت توجتي بالهداف ديال هذه البطوله، كيفاش كان الشعور ديالك وانت كتوج بهذا اللقب هذا؟ شعور ما كيتوصفش، شعور لان ما كنتش كاع متوقعها بتاتا، ما كنتش كاع متوقع انني ندير هداف، لان كاع ما كانش كاع عندي لا والو كاع طموح لهذه المساله هذه. علاش؟ لان انا كنت اولا ما مترينيش شهر على قدو، ما مترينيش مصاب فخذي، ما كنقول وقيلا غنلعب غير ماتش ولا جوج وغنجلس. في الاخر كتولي تجي عندك هذا اللقب هذا، الحمد لله الحمد لله اللي وفقنا ليه. كنتمنى من الله اننا نقدموا ما هو افضل ان شاء الله في الموقع. سي زهير، كما قلت لك انت اول هدف ديال البطوله، اشنو الهدف اللي عمره ما غيتنسى لك؟ الهدف اللي عمره ما غيتنسى لي هو اننا قاتلنا بالنفس رغم انعدام ديال الظروف والامكانيات والاجواء. هذه هي اللي ما غتنساش لي، النفس اللي في الدراري وبزاف د الحوايج، هذا الشيء اللي والالتحام ديالنا، هذا هو اللي ما غيتنساش ليا. وما غيتنساش ليا حاجه اخرى، هو اننا طلعنا البوديوم لاول مره، والبارماريس ديالنا يبقى خالد ان شاء الله. الف مبروك على الميداليه الذهبيه. الله يبارك فيك. اشنو الشعور ديالك بعد الفوز ديالك بالميداليه الذهبيه؟ ايوب. السلام عليكم. الميداليه الذهبيه بعدا كانت هديه لسيدنا نصر الله، الشعب المغربي كامل، الوليديه، عائلتي الصغيره الحمد لله. شكرا لهم بزاف اللي ساندوني معنويا وماديا. صراحه شعور زوين كان بزاف صراحه، الفن ديالي تحقق الحمد لله في اخر المطاف. الصراحه كنت شويه لا كومبيتيسيون صعيبه كيف ما كتعرفوا، الخصم ديالي البرازيليين 2019 كنت درت معاهم تروازيام بلاس، كان شويه صعيبه لا كورس اكثريه في لا فينال، حيت كنت مشيت رابيد 200 متر الاولانيه. الحمد لله حاولت نلحق عليهم في 200 متر التاليه،
وجاب الله التيسير تخلف عليهم. الصراحة هذا الفوز هذا صراحة شعور لا يوصف، حيت صراحة لا ميداي بارولمبي ما سهلاش، راه حصل ليها تما راه وعناء وعناء طويل. وان شاء الله كما كنوعدكم راه بارولمبي اخرى الشهر الجاي ان شاء الله 24 غيكون ان شاء الله خير ان شاء الله كنوعدكم. كيفاش شعرت انت كتسمع النشيد الوطني بعد الفوز ديالك والحصول ديالك على الميداليه الذهبيه وكتشوف العالم ديال المغرب كيترفع؟ الصراحه كيفاش شعرتي؟ كيفاش كان الشعور ديالك؟ ايوا واش نبكي واش نضحك واش ما عرفتش الشعور ديالي الصراحه، حيت واحد الشعور ما عرفتش باش نقول لك دابا انايا. واحد الشعور زوين حيت حققت اخر حققت الحلم ديالي الحمد لله، وجاب الله التيسير اكثر وفرحت واحد الفرحه بزاف كبيره. منين حطمت الرابور ديال مونت هذه سنوات وسنوات ما تحطمش هذا الرابور. شحال من عام ما تحطمش هذا الرقم قياسي؟ ايوه هي 12 عام صراحه ما تحطمش، كان عندي واحد الاسترالي. تمام جد. شكون المنافس اللي كان قوي؟ صراحه واحد المنافس اللي كانوا جوج قويين برازيليين، كيف ما قلت لكم درت معاهم ثروازيام بلاص في الشامبيون دي مون، وهكا في البطولات الاولمبيه ان شاء الله الحمد لله جا الله التيسير وتحلمت عليه. شكون اللي اتصل بكم وبارك لكم مين فزتوا بهذا؟ اول اتصال شكرا ليه بزاف الملك نصره الله صراحه، حيت فرحنا بك الترقيه اللي صفت لينا، وخلاص والديا والشعب المغربي كامل ما نساش ليه ديك الفرحه اللي فرح ليا. شكرا ليهم بزاف. كنا الابطال ديالنا بفضل الجهود كما قلت للجميع، لا الاداره التقنيه لا الجامعه الملكيه المغربيه ولا اللجنه الطبيه ولا الاخوان الاداريين ولا حتى الاخوان السحانين ولا الاخوان اللي كانوا تيقدموا لنا يد المساعده. شكرا، تنقولوا شكرا للجميع وشكرا لكل من ساند رياضه الاشخاص في وادات الاعاقه، وتنوعدوا الاخوان الشعب المغربي ان القادم يكون افضل ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. حياكم الله حبيبي. الخضر عبد الوهاب مدرب بالمنتخب الوطني المغربي ومدرب السي زكريا الدرهم الحائز على الميداليه الذهبيه. ديالنا شنو الشعور ديالك فوز ديك الميداليه الذهبيه؟ لا اسم لي زكريا الدرهم سميتو بدا اليوم بأي عرض قوة سميتو تسني بإحاقة في الثلاثة الثلاثة شرف شو المغرب؟ تكن هذه ميداية دابي سميتو دارية المغرب صعب قائد كامل تكن شكر صحابي زبل النادي تعاونوني وما غائب ولدي قصيدة تحت عنوان رياضيون البرونزية المرتبة الثالثة كان عندنا من الشقات الحمد لله ما كنبغيش فرحنا راسنا وفرحنا المغرب، وهذا هو الهدف اللي كان عندنا ونتمنى نطلعوا ان شاء الله يما افضل في الطرا الاولمبية في باريس 2020 ان شاء الله. شنو المنتخب اللي كان بالنسبه لكم منافس قوي؟ اخويا المنتخب اللي كان بالنسبه لنا منافس قوي هو المنتخب الفرنسي اللي كان لعبنا معاه في النصف النهائي، اللي كنا غنربحو غير لولا خطا، يعني كنا غندوزو معاه النهاية، ولكن دخلنا شويه من دايرين بالماتش وخسرنا غير بهدف ضد المرمى، ونتمنى ان شاء الله في المباراة القادمه اننا نفوز عليه، لاننا حنا جينا منتخب صعيب، ما بقاش جينا منتخب صعيب، اللي جينا منتخب، اللي جينا منتخب صعيب. شكرا شكرا البطل. بطل كيف؟ تفضل البطل. السلام عليكم، معكم عبد العالي عيد حاتم. شويه هنايا البطل، جي شويه معايا هنا. المنتخب السيسي فوز، تنقول لك الحمد لله، كنشكر الله والمدربين ديالنا سي ادريس المنتخب وسي الحاج عبد الجليل، سي عبد الجليل، الحاج سعيد الحيمي، البيت ديالنا والمعد البدني في نفس الوقت. ما جاتش بزاف، كنا ضربنا تمارا راه من شهر ثلاثة وحنا كنطريمو ليل وصباح وعشية. رغم المعاناة وديك الشيء وراك عارف شحال من حاجة كانت ماشي شي حمر، المهم الحمد لله ربي نصفنا وجبنا برونزية، وخا كنا طامعين في الدب غير الماتش ديال البرازيل كما كتعرف خسرنا في ماتش، خسرنا في واحد الهدف اللي كان ضد المرمى ديالنا، الحمد لله ماشي مشكل. 2024 ان شاء الله نتمنى وخا. كيفاش كتشوفوا كمنتخب انكم يمكن تنافسوا اي منتخب؟ تنافسوا اي منتخب ما عندناش المشكل، هذا داك الشيء اللي عندهم عندنا بحالنا بحالهم، علاش لا؟ تمام الحمد لله ربي نصفنا بهذه البرونزية الحمد لله والشكر. الحمد لله انا الحمد
لله ضفكم الله سبحانه وتعالى على تحقيق هذا البرونز. كانت نتائج جد إيجابية سبيلنا الحمد لله بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. الدراري اللي كانوا فيه كثيرا والستار تكني قدرنا أننا نجيري وماتش باغ ماتش والحمد لله الإجابة هذه البرونز هذه. نتمنى إن شاء الله في 2024 في الجوج ديال باريس إن شاء الله تكون ذهب وكنهديو هاد الميداي هادي لكاع الشعب المغربي. ونتمناو ان شاء الله نشكروا جميع الناس اللي ساهرين على المنتخب هذا. ونتمناو ان شاء الله كما قلنا لا ميداي ان شاء الله في المنتخب ان شاء الله حنا جينيراسيون مزيانه وان شاء الله نتمناو اننا نكملوا بحال هكا. شكرا. اشنو الشعور ديالكم بعد الزوج ديالكم فاز بالميداليه النحاسيه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي لكره القدم؟ كيفاش كانت هذه الفتره اللي كان بعيد عليك كيفاش كانت؟ كان فيها بزاف ديال التوتر والوقت مختلف ما كتعرف شنو كاين انك تبقى حاضر الماتش وستريس ولكن الحمد لله ملي فرحونا هذا هو الاساس الحمد لله. سلامة الله. قدمنا راسك. محمد موهوب مراود طبي المنتخب الوطني لرياضة الأشخاص في ضعاف البصر جامعة الملك رياضة في ضعاف البصر. الحمد لله النتيجة اللي حققها المغرب هي النتيجة فريق أولا فريق المنتخب الوطني رياضة في ضعاف البصر كرة القدم الخماسية. يعني عانى الامرين ابتداء من يعني مشاركته في البطوله المؤخره بكاس افريقيا بنيجيريا مرورا بالحجر الصحي مرورا الاكراهات يعني على سبيل المثال غياب البنيه التحتيه غياب يعني مراكز اللي غادي يعني بعد ما كنا كندخلوا لمعهد مولاي رشيد ففي الجائحه يعني يعني كل شيء وقف وهذا الشيء يعني هذه الفكرات كلها يعني ما زادت الا عزيمه واصرار العناصر المنتخب الوطني باش يحققوا هذا الانجاز الكبير اللي تنبغوا نهديه الرياضي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله القياده والبرقيه ديال صاحب الجلاله يعني غادي تزيدنا اصرارا وعزيمه من اجل يعني تقديم مجموعه من الانجازات يعني استعدادات كل البطولات القادمه ان شاء الله يعني باش المنتخب ديالنا يوصل النتائج جيده. رئيس نادي رياضات المكفوفين وضعاف البصر جئنا مع الجامعه الملكيه للمكفوفين وضعاف البصر لنستقبل ابطالنا الذين اتوا من طوكيو ولقد افرحونا وشرفوا بلدنا بالإنجازات التي حققوها حقيقة تقشعر لها الجلود. إنه لفوز مستحق لأناس عميان يرون بقلوبهم ما لا تراه العيون. تمام الحاج الكلمة ديالك البطل ديالنا الأمير بوشنتوف. الأمير بوشنتوف بطل تشجيع بطل حقق بزاف ديال الاشياء اللي ما يحقوهاش ناس اخرين وله التوفيق ان شاء الله في مسيرته الرياضيه. وسبب الفرح هو ان النتائج اللي حققوها الفريق الوطني المغربي لذوي الاحتياجات الخاصه يعني هذا واحد افتخار كنفتخروا بهم واقل شيء نديروه هو نجيو اليوم ونحضروا معاهم نكونوا من اول الناس اللي كتستقبلهم. بالاخص النتائج اللي حقوها يعني من ضمن النتائج اللي كتشرف اي واحد في العالم باش يحقق على هذه النتائج والالقاب اللي حقوها. تماما. بغيتك تقولي لي زينه سمعت بانها عضوه في جمعيه ديال المكفوفين. كيفاش زينه كيفاش جاتك الفكره انك تدخلي للجمعيه هذه وعلاش وشنو الاسباب؟ عمل انساني. باش تنضم لهذه الجمعيه. فرحت بزاف وجيت اليوم باش نوري ماي سبورت. انا فرحانه باش نشوفكم جايين حيت داروا اميزينغ جوب. هذه صدفه سيما التواجد ديالك في المغرب جا صدفه مع المنتخب.
تماما. تفضلي لك شي إضافة. يعني هي كيف كتعجب أمريكا كالعادة في الفترة ديال الصيف كتجي المغرب، يعني من حسن الحظ أن في هذه الفترة هذه كيكونوا هذا البارولمبياد وكتتواجد اليوم هنا باش تستقبل هذا الفريق. يعني مع كامل الاسف كيقول تسمى ما قدرناش نستقبلوا الفريق تاع البارح، ما كناش هنا، مي يعني اليوم واحد الفرحه لا تتصور، بالرغم من ان اي حاجه كانت غتكون عندنا، ما نقولش عندنا ظروف ولا ما عندنا والو، ولكن كون لو يكون عندنا اي ظرف كنا غادي نتخلاو عليه وغادي نجيو باش نستقبلوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.